السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده تخطي حساب جوجل للهاتف سامسونج جالاكسي A8 2018. هنجيب شريحة وهنحطها في جهاز مفتوح عادي، وبعدين نخش على الإعدادات، وبعدين ندخل على الحماية والخصوصية، المزيد من الإعدادات، تعيين قفل بطاقة الـ SIM، بنختار البطاقة الأولى أو التانية وبنفعل اختيار قفل بطاقة الـ SIM. بنكتب بالقفل وليكن مثلا 5 أصفار، نضغط موافق، بنشيل الشريحة من التليفون ونروح نحطها في التليفون اللي عايزين نتخطاه له حساب جوجل. بنجيب دبوس، أول ما نحط الشريحة ونقفل التليفون عن طريق زرار الباور ونفتحه تاني هنلاقي إن التليفون طلب مننا كلمة السر بتاع الـ SIM. هنجيب دبوس وهنحطه في مكان فتح الـ SIM، والإيد التانية نقربها من زرار الباور. أول ما نضغط على الدبوس علشان يفتح بيت الـ SIM بنضغط على زرار الباور زي ما هنشوف في الفيديو، وبعدين نفتح الشاشة بزرار الباور هنلاقي القفل ده زي ما احنا شايفين، نضغط عليه ضغطة واحدة وبعدين نضغط على ضبط الإشعارات، وبعدين نختار عرض الكل، الأحدث فوق على اليمين بنضغط عليها وبنختار الكل، بننزل تحت خالص نضغط على اليوتيوب، ننزل تحت خالص ونختار ضبط الإشعارات داخل التطبيق، وبعدين بنختار السجل والخصوصية، بنود خدمة اليوتيوب، بيفتح لنا المتصفح، بنكتب فوق VN ROM، وبنختار بحث، بندخل أول نتيجة بحث، بنضغط على أندرويد 6، نضغط التنزيل، بعدين موافق، فتح، تثبيت. بنرجع خطوة للصفحة اللي كنا فيها وبعدين بنختار FRB وبعدين نضغط تنزيل، فتح، تثبيت. فتح. أعلى يسار الشاشة بنلاقي 3 نقط بنضغط عليهم وبعدين بنختار تسجيل الدخول من المتصفح، موافق. بنسجل حساب جوجل سواء معمول قبل كده أو نعمل حساب جديد من أي جهاز تاني وبعدين نسجل دخول. بعد تسجيل الدخول بنرجع للصفحة اللي كنا فيها، بنعمل إعادة تشغيل للجهاز، أول ما الجهاز يفتح بنضغط على السهم الأزرق، وبعدين التالي، نعلم على تخطي، وبعدين التالي، التالي. هنا إشعار بيقول إن هو تم إضافة حساب جوجل، بنضغط التالي، ليس الآن، تخطي على أي حال. قبول، بننزل تحت خالص، نضغط موافق، تخطي، تخطي، إنهاء. تم بحمد الله تخطي حساب جوجل للهاتف سامسونج جالاكسي A8 2018. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اي استفسار اي مشكلة طرق التواصل اسفل الفيديو.